الرستان 1/4/2013. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك يا حاج؟ أنا وفقك يرضى عليك. الله يطول لي عمرك. شو شايفك هون بالتربة مبكير؟ والله جاي أزور العائلة أم محمد الله يرحمها ويأنسها ويتجنى والنعيم. آمين يا رب يتقبلها من الشهداء. تربت 15 شباط بحماد ابنها قديم بالليل. أيوة بنات لها بنات انتهن الله يرحمها ويأنسها بالجنة. آمين. شلون توفت عندك أم محمد؟ ما قلت لك إنه وقت اللي ضرب القنبلة بدار جارنا مليحة اللي نزلت لتحت لو ما نزلت لتحت خدمة الدار عنا بيتين قاعدين فيهن ما في غيري. الله يحميك. لكن لا إله إلا الله الفقير ما له غير رحمة الله. لا إله إلا الله. شهداء طيب شهداء ما بعرف أعدهم. هون يعني في على عم زور شهداء هون عندكم. في شهداء يومين بالرستان؟ والله يوميا بصير يوم ما بصير يوم بصير يوم ما بصير حسب القصف يعني. ايوه. طيب فيك تحكي لنا على الاوضاع عندكم بالرستان هيك القصف؟ والله الحمد لله ما في احسن من هيك مليحين يعني. يعني ما بيخسروا كلهم بيحبوا بعضهم وماشي حالهم. بنعرف هالشيء بس يعني القصف على الرستان عم بصير في شهداء عندكم بالرستان؟ والله امبارح قصفوا هناك خصفتين ثلاث. ايه ماتوا من اثنين فقيرين بالدار هذيك انهزمت العالم كلها. ماتوا؟ يعني شيء ساعه 11